تركيا تعرض الحوار على الولايات المتحدة بشأن منظومة أس 400، وتجدد في نفس البيان بأنها بصدد التفاوض مع روسيا على منظومة ثانية، منظومة أثارت غضب واشنطن لاعتبارات أمنية استراتيجية وشكلت عامل ضغط على التحالف بين العاصمتين. وأمام هذا التوتر وقرب وصول الرئيس الجديد للبيت الأبيض، جاءت الدعوة التركية التي وصفت بالمتناقضة. هل تنجح هذه الدعوة في التوصل إلى حل للمشكلة؟ صراحة تعلنها تركيا، أنقرة منفتحة على الحوار مع الجانب الأمريكي، لكن تراجعها عن صفقة منظومة الدفاع الروسية إس 400 أمر صعب للغاية على حد وصفها. بل أشار وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إلى أن بلاده تجري محادثات مع موسكو لاستلام شحنة ثانية من المنظومة الدفاعية، وهذه إحدى أبرز نقاط الخلاف بين شريكي الأطلس أنقرة وواشنطن. فتركيا لا ترى بأساً، كما أكدت مراراً، في تنويع الحلفاء شرقاً وغرباً، فتتمسك بأن شراء منظومة الدفاع الروسية ضرورة إذا لم تتمكن من شراء نظم دفاعية من أي دولة عضو في الناتو وبشروط وصفتها بالمرضية. وحل الأزمة مع واشنطن وفق وزير الدفاع التركي يمكن التوصل إليه من خلال محادثات على المستوى الفني. ودعا أكار الأمريكيين إلى النأي عما وصفها بلغة التهديد والعقوبات، فيما أوضحت واشنطن مراراً أن المنظومة الدفاعية الروسية لا يمكن دمجها في أنظمة حلف شمال الأطلسي، كما أنها تشكل خطراً وفق تأكيدها على أمن مقاتلاتها F-35 الأمريكية التي استبعدت تركيا من برنامجها بعد شرائها المنظومة الروسية. كما يعتبر شراء المنظومة وفق واشنطن دعماً لقطاع الدفاع الروسي، لكن الإدارة الأمريكية بدورها دعت أنقرة قبل أيام لمعالجة أزمة المنظومة بشكل عاجل عبر التنسيق مع واشنطن. معنا مدير مركز التحليل السياسي العسكري في معهد هاتسون ريتشارد وايتز من واشنطن. سيد ريتشارد وايتز، هل يمكن أن تستجيب واشنطن لهذه الرغبة التركية في إجراء حوار بشأن منظومة أس 400 الروسية؟ تركيا كانت تقترح هذه الفكرة للجلوس والتحادث منذ وقت، لكن في السابق كانت الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر هذا تكتيكا مجردا، وأن تركيا تحاول فقط أن تكسب الوقت إلى أجل غير مسمى من أجل تأجيل العقوبات. لكن الذي يحدث الآن هو أن الولايات المتحدة الأمريكية فرضت بعض العقوبات على تركيا بسبب إس 400 وفي حدها الأدنى. والآن تركيا ترى أن إدارة بايدن ستأتي قريباً في أقل من أسبوع وأنها ستكون متصلبة معها، ولذلك تحاول أن تنخرط من أجل أن تحدث اتفاقاً أفضل مع إدارة بايدن. لكن هذا لا يحل المشكلة، لأن تركيا اشترت مسبقاً هذه المنظومة وشغلتها، وهذا يعد تهديداً للبنتاغون والقوات الأمريكية والقوات العسكرية في المنطقة. فيما سيكون الاختلاف برأيك في تعامل الإدارة الأمريكية مع أنقرة بشأن هذه المنظومة؟ يعني فيما سيكون الاختلاف عن الإدارة السابقة التي فرضت عقوبات ولكن في النهاية لم تجعل أنقرة تتراجع عنها في النهاية؟ Right. Well, President Trump الرئيس ترامب كان له وجهة نظر أكثر إيجابية إزاء الحكومة التركية وأردوغان، وهذا لا ينطبق على الحكومة الأمريكية المقبلة. لذلك سيكون هناك محاولة لفرض تدابير أكثر صرامة، والكونغرس سيدعمها، وصناع القرار في البنتاغون أيضا
أيضا سيرغبون في فرض عقوبات أكثر شدة على تركيا. لكن تركيا دأبت على أن تقوم بعدد من المناورات التي جعلت العلاقات مع أمريكا غير جيدة. حتى في عهد أوباما كان هناك محاولة للانخراط مع الحكومة التركية في الولاية الأولى لأوباما، لكن أردوغان لم يكن يتعامل بشكل جيد، وكان هناك العديد من الشد والجذب حتى في ذلك الوقت. وجاءت صفقة S-400 وزاءت الوضع سوءا، إضافة إلى قضايا أخرى فيما يخص النزاعات التي تنخرط فيها تركيا مثل سوريا وليبيا وإيران وكذلك شرق المتوسط. طيب، ماذا عن عضوية أنقرة في حلف شمال الأطلسي؟ هل يمكن أن تكون مدخلا بالنسبة لإدارة بايدن قد تضغط به على أنقرة من أجل التراجع أو التخلي عن هذه الصفقة، على الأقل الصفقة الثانية أيضا التي تنوي أنقرة القيام بها؟ حلف الشمال الأطلسي ليس له أدوات لترد أي دولة عضو في هذا الحلف. الذي حدث في السابق هو أنه عندما توترت بعض العلاقات، وخصوصا عندما كان هناك إسبانيا تحت عهد الدكتاتور فرانكو في ذلك الوقت، كان هناك وقف وتعليق للعديد من الشراكات واستثناء إسبانيا في ذلك الوقت من الاجتماعات. لذلك ربما تستثنى تركيا من بعض أوجه التعاون مع حلف شمال الأطلسي، وقد تكون هناك أوجه أخرى لتقليص العلاقة مع تركيا. هناك أيضا أوجه أخرى لتقليص العلاقات مع تركيا. مثلا أردوغان قال بالأمس إنه يريد أن يعيد العلاقات بشكل جيد مع أوروبا والاتحاد الأوروبي. لذلك أعتقد أنه قد يكون ذلك مدخلا لإدارة بايدن من أجل العمل مع الاتحاد الأوروبي للحرص على أن أي تحسن في الروابط والعلاقات وأن أي أموال تتلقاها تركيا من أوروبا تكون في مقابل تحسين تركيا لتصرفاتها، وأن تقدم تركيا تنازلات مثل هذه التهديدات العسكرية. ما العقوبات الإضافية التي يمكن أن تفرضها إدارة بايدن برأيك؟ العقوبات قد تصبح أكثر شدة وصرامة. مثلا يمكن أن لا تسمح للأتراك بالحصول على بعض الأموال والقروض من صندوق النقد الدولي، منع تركيا من استخدام الدولار وبعض المؤسسات المالية العالمية الوازنة. كذلك يمكن أن تسحب أمريكا قواتها من بعض القواعد العسكرية في تركيا. كذلك أمريكا يمكن أن تمنع أردوغان وبعض المسؤولين الأتراك من القدوم إلى الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك إلى الآن هذه العقوبات مست فقط بعض الفئات المحدودة والتي لها صلة بالجيش التركي، لكن يمكن أن تتوسع أكثر لتشمل قادة في مختلف القطاعات الحكومية. لذلك إدارة بايدن لديها تشكيلة واسعة من العقوبات التي قد تفرضها. نعم، شكرا لك ريتشارد وايز، مدير مركز التحليل السياسي العسكري في معهد هاتسون. شكرا.